أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سام يقول: أسكن في بلد الكفر وأخاف على نفسي أن أعود إلى المعاصي والفتن التي كنت فيها قبل استقامتي، وأريد أن أهاجر إلى بلاد الإسلام مع العلم أن عندي دينا في هذا البلد، ولكن لا أستطيع أن أسدده، فما توجيهكم لي؟ الذي ذكرته من أنك في بلاد كفر وأنك تريد الهجرة إلى بلاد المسلمين، هذا أمر واجب أنك تهاجر إلى بلاد المسلمين إذا استطعت. إذا كنت تستطيع هذا فإنه يجب عليك المبادرة، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تبقى إلى أن تستطيع، لكن مع التمسك بدينك، مع التمسك بدينك إلى أن ييسر الله لك الهجرة فتهاجر. فلا يجوز لك البقاء إلا عند العجز، عند العجز عن الهجرة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأنت معذور ما دمت عاجزا عن الهجرة، أما إذا قدرت على الهجرة فيجب عليك المبادرة. والدين يمكن تسدده ولو هاجرت، تسدده ولا يتعارض مع الهجرة، ما يلزمك أنك تبقى في البلد علشان الدين، سدده ولو هاجر. نعم.